مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معنا حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليوم الثلاث 20/8/24. يقترب صوم السيده العذراء من نهايته، وبكره يقولوا عليها الليله الكبيره، وتلاقوا بقى الزفه بقى والفرحه، واظن سعداء معانا وانتوا بتشوفوا كل يوم الصبح قداس، وبالليل بعد الظهر زفه وعشيه وعظه وبركة من سيدنا فلان وأبونا فلان، وحاجة يعني فرحة كبيرة. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يعيد الأيام المقدسة على مصر بكل خير وكل نمو وكل تقدم بإذن الله. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هنلتقي بأحمد حسن عبد المنعم. أحمد حسن عبد المنعم عضو نموذج عملته وزارة الشباب والرياضة، اسمه نموذج محاكاة مجلس الشيوخ. والحقيقة أنه النشاط ده فعالية سياسية موجودة في العالم كله، وكان عندنا زمان اللي من حضراتكم يذكر برنامج في التلفزيون المصري مهم جدا، وكان بداية سن المراهقة كده ستة ابتدائي أولى اعدادي تانية اعدادي كانوا بيتابعوه بشغف الحقيقة، ومعاهم الآخرين. كان اسمه البرلمان الصغير، وكان بيحصل فيه محاكاة لمجلس الشعب المصري من أطفال، وكانوا بيروحوا فعلا المجلس زي ما دلوقتي النماذج بيروحوا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبيلتقوا برئيس المجلس وبيناقشوه وبيلتقوا بالنواب، وكان بيبقى له رئيس البرلمان الصغير وبيبقى له وكيلين، وبيناقشوا قضايا تهم الوطن. والحقيقة فعلا مخ الأطفال كان بيكبر، والشباب دلوقتي بالتجارب دي بيحسوا بمسؤولية أكبر تجاه الوطن، ويتعلموا الجهد ويعرفوا حجم الشغل اللي معمول في هذا الوطن، وبيطلعوا كمان على حجم التحدي، لأنه زي ما حضراتكم شفتوا امبارح اللواء شبل عبد الجواد كان معانا اتكلم عن السودان، لكن اللي كان مهم بالنسبة له وعايز يقوله وقاله إن مصر هي المقصودة، مصر هي الجائزة الكبرى زي ما جاء في أدبيات الإخوان المسلمين، لو خدوا العالم كله هيبقى مستنين ياخدوا مصر، علشان لو مصر سقطت تسقط المنطقة كلها، وده هدف عظيم عند قوة كبرى موجودة في العالم. لكن ربنا أكبر وربنا أعظم، ولن يسمح أبدا لهذا الشعب اللي هو قال عليه مبارك شعبي مصر بأي مشكلة أو بأي بهدلة. فهيكون معانا النهاردة أحمد حسن عبد المنعم، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وحنرصد معاه التجربة اللطيفة دي ونشوف إيه اللي حصل فيها وناقشوا إيه ووصلوا لإيه، وقد يكونوا في وقت ما مستشارين لصانع القرار. الشاب بيبقى عنده جرأة وبيبقى عنده قدرة على التفكير الحر، وبيبقى ما عندوش القيود بتاعة البيروقراطية وبتاعة لحسن مديري يقول ولحسن أمضي أروح ورا الشمس، لا 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 لا، بيفكر بمنتهى الحرية. وأحيانا هذه الطريقة من التفكير بتعطي حلول خارج الصندوق، وتعطي أفكار تبدو بعيدة تماما عن البيروقراطيين وعن السيستم وكل حاجة في حياتهم وفي شغلهم، وما عندهمش استعداد أو قدرة على الخروج خارج المألوف. خلينا نبتدي اخبارنا باستقبال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي النهارده لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق ليه. طبعا تم التجديد على قوه الشراكه الاستراتيجيه اللي بتربط مصر وامريكا، وحرصهم على دفع الجهود المشتركه لاستعاده الامن والاستقرار بالمنطقه، واستعراض جهود الوساطه المصريه الامريكيه القطريه لايقاف اطلاق النار في غزه. وحرص الرئيس على تاكيد ان الوقت حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، وشدد على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. مش عارف، عايز أعرف منك دلالة الزيارة وتوقيتها، بس بلينكن بقى بيجي عندنا أكتر ما بيروح الوزارة عندهم في أمريكا. وهو فعلا يعني دي الجولة التاسعة عليه، ويعني كل ده للأسف واضح انه ذلك التواطؤ الامريكي مع الجانب الاسرائيلي والتسويف والحتف، هو بالفعل التسويف والمراوغة
وليس فقط في انه بيقولوا انه يعني يمارسوا يريدون الضغط فقط على حماس ويقولون انه تمت تعديلات. هذه التعديلات هو اللي طلبها نتنياهو ولم تطلع عليها حماس، ولكن ايضا حتى يعني الامن الوطني المصري، وكما اكد الرئيس السيسي اليوم لانتوني بلينكن انه لا يمكن للدوله المصريه ان تسمح بالمساس بامنها القومي بتواجد القوات الاسرائيليه في محور فيلادلفيا، بانه تسيطر اسرائيل على معبر رفح. فواضح انه هذا المخطط الاسرائيلي ومن ورائه الدعم الامريكي للنيل من الدور الاستراتيجي والسياسي المصري، وايضا للتاثير الاقتصادي على الورقه الاقتصاديه، لانه مصر التي يعني لها قوتها ولها نفوذها على ذلك المعبر. يعني يريدون تجريد الدوله المصريه من اوراقها السياسيه واوراقها الاستراتيجيه وحتى اوراقها الاقتصاديه. لكن الدوله المصريه كما اكد الرئيس السيسي انه ده امن قومي مصري ومصر لا تسمح. بداوا بقى مراوغات، يقولون طيب المعبر يبقى فيه قوات امريكيه اسرائيليه اوروبيه، طب القوات تبقى دولية أمريكية مصرية في محور فيلادلفيا. يعني عمالين مراوغات. عارف مراوغات. حضرتك أنا كل ما بشوف الوزير عباس كامل في اللقاءات دي بطمن قوي الحقيقة، مش عشان حاجة لكن علشان الرمز أنه رئيس الدولة يعلن أهو إحنا واقفين عند الخط ده، وشغل المخابرات بتاعك إحنا فاهمين وكويس، والراجل بتاعنا قاعد أهو فاهم. بالفعل هذا الملف يعني هو تمسك به المخابرات العامة، لأنه أمن قوم مصري طبعا. محور فيلادلفيا، معبر رفح، وكل دي اتفاقيات، سواء الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام 79، سواء كان اتفاقية المعابر اللي كانت وقعت فيها وشارك فيها أوروبا سنة 2005 مع الجانب الإسرائيلي لما كانت السلطة موجودة قبل ما تيجي حماس. يعني كل دي اتفاقيات موجودة ومراكز قانونية مستقرة، لا يمكن ده خدت قوة القانون الدولي، اتفاقيات راسخة خلاص. طب خليني أسألك يا دكتور طارق عن حاجة مهمة حضرتك ذكرتها، انت رأيك ان احنا رايحين لفين في حدوتة التآمر السياسي والاقتصادي على مصر دي؟ يعني احنا كمصر رايحين لفين؟ لان برضو قدامنا وقت لازم نعترف ان قدرتنا على التصنيع وعلى اعادة السياحة وعلى اعادة ما افسده العمل الحوثي بين قوسين الامريكي الاسرائيلي في قناة السويس تأثرا يعني، وحاجات تانية كتير. يعني احنا ايه القادم؟ حضرتك شايف ايه القادم قريب سياسيا من هذا الضغط وهذا التآمر وهذا التضييق للخناق على مصر؟ جميل، انت اجملت في السؤال، وسؤال جميل جدا احييك عليه، الله ينور عليك. انه فعلا هو ده الهدف، والناس لازم تبقى الصورة متضحة ليها. دي قنابل دخان، سواء كان اللي بيحصل دلوقتي في في في, في غزة، سواء اللي بيحصل في هذه المناوشات مع جنوب لبنان، لكن في النهاية الهدف هو الدولة المصرية. وزي ما فعلا أشرت، الحوثي لما بيعطل الملاحة فده تأثيره على قناة السويس، الهدف مصر. لما يبقى عايزين يتواجدوا القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا ضد اتفاقية السلام 79 وضد الأمن القومي المصري، لما عايزين يجردوا مصر من الورقة الاقتصادية بتاعت معبر رفح بعد ما كانت تناقصت إيراداتها من قناة السويس، مصر هي الهدف. مصر هي السودان يا فندم، واللي بيحصل في السودان واللي بيحصل في ليبيا، ما كل ده هدف في مصر. لكن يعني هذه القنابل للدخان ما هياش برضو كده بسيطة وتعدي وسحابة دخان، لانه احنا عندنا مثلا امبارح الكهرباء غليت بحوالي 40%، فاحنا بنتكلم في ان هذا الشعب بيدفع ثمن مواقفه الشريفة. طب وبعدين ولغاية امتى؟ بالفعل يعني المصريون في نهاية المطاف كما اكد الرئيس السيسي هم الذين يدفعون، وهم يعني المؤامرة بتحاك بمصر قيادة وشعبا وحكومة. ولكن كما أشرت أنه تواجد قيادة سياسية حكيمة وشريفة، تواجد المخابرات العامة، تواجد الأجهزة الدبلوماسية والأجهزة الأمنية المعنية المحترفة المدركة لكل أبعاد هذه المؤامرة التي تحاك ضد الدولة المصرية، وايضا يعني تصدي الاعلام والنخبه والمثقفين والاعلاميين لفكره انه دائما بقى حروب الجيل الرابع والخامس، ان هو يشتت لك الانتباه ويخليك ان انت ضد حماس. انت انا ضد حماس
ضدها ايديولوجيا لما يبقى فيه دولة. لكن انا دلوقتي انا مع الامن القومي المصري. دي حركة هذا السياق، دي حركة مقاومة. لو هيجي لو حماس هتبقى تمثل خطر علينا نبقى ضد حماس، لو الجن الازرق خطر علينا نبقى ضد الجن الازرق. تمام. لكن هنا ما يبعدكش بقى يبعد انظارك، لا، المشكله الحقيقيه في الاسرائيلي وفي هذه المراوغات. صحيح. وفي اطماعه، وانه في عايز يجي يتحكم في معبر رفح ضد اتفاقيه 2005، عايز يحدفهم لك ويستريح، وعايز يتواجد على محور فيلادلفيا بهذه الحجج الفارغه التي لا تنطلي على عقل احد. وهذا التواجد ضد ركائز السلام اللي طب اخيرا يا دكتور، اخيرا اسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه دون النظر لاي شيء على الارض، لا مطالبات ولا مناشدات ولا مظاهرات ولا قانون دولي ولا قانون دولي انساني ولا مجلس الامن. موقف مصر هتعمل ايه؟ مصر لو اسرائيل عملت اللي في دماغها برضو وضربت عرض الحائط بكلام القيادة السياسية المصرية. لا، الدولة المصرية دولة مستقرة تقف على قدمين ثابتتين، وفي يعني عندما تظهر انه هذه خطورة وانه ده بيمثل مساس بالامن القومي المصري، وكما اكد الرئيس السيسي النهاردة، والكلام كان واضح انه في عدم سماح مصر بهذا ضد القانون الدولي وضد الامن المصري وضد الاتفاقات المبرمة، وانه في تبعات يعني هتحدث لا يمكن تصور نتائجها الكارثية على هذه المنطقة. كل دي يعني خطوات، ومصر يعني بتتحلى بالصبر الاستراتيجي، الصبر الاستراتيجي والحلم الاستراتيجي، ولكن في نهاية المطاف مصر بتتحرك وبتتخذ القيادة السياسية الخطوات اللازمة ولكل حادث حديث. وفي نفس الوقت إسرائيل مش بالغباء اللي يخليها تخسر مصر أبدا يعني في المنطقة. هو المكسب الوحيد اللي حققته اسرائيل عبر العقود الفائتة هو اتفاقية السلام مع مصر. يعني في منتهى الحماقة والتخلف ان هم يعني يلعبوا بهذه الورقة. صحيح. وبذاك الاستقرار وبالمكسب الوحيد. اشكرك جدا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، والقادم افضل باذن الله وبحكمة القيادة وصبر الشعب المصري. النهاردة استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أيضا نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة السيدة أمينة محمد لتناول سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة واستعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، خصوصا الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. الاجتماع أيضا تطرق للأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة والجهود الجاريه لوقف اطلاق النار في غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الانسانيه للقطاع والعراقيل اللي بتواجهوا القضيه دي. الجانبين بيشددوا على اهميه دور مصر المحوري والدور الذي تقوم به وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا. تعالوا نشوف تقرير رئاسه الجمهوريه ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي هذا الإطار تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. وقد أطلع الوزير بلينكين السيد الرئيس في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل للاتفاق، ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد. وقد حرص السيد الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا
على نحو يصعب تصور تبعاته، ومشيرا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام الذي ضم السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائبة السكرتير العام حرصت على نقل تحيات السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة للسيد الرئيس وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، خاصة الأمن والسلم وتغير المناخ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وما تلاقيه من عراقيل. وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وما يكتسبه ذلك الدور من أهمية مضاعفة في الوقت الحالي في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع التي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في السودان، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف إطلاق النار وحماية مقدرات السودان وشعبه الشقيق ومؤسسات الدولة وسيادتها، مشددا على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لتقديم سبل الدعم كافة لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق. ومن جانبها أشادت نائبة السكرتير العام بالدور المصري النشيط في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعات شديدة السلبية إقليميا ودوليا، كما شددت على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة وما تتحمله من أعباء في هذا الصدد، مؤكدة حرص الأمم المتحدة على استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون الفعال مع مصر على جميع الأصعدة. طبعا دكتور محمود محي الدين اللي كان بيتوسط اللقطة الأخيرة بين السيد الرئيس والسيدة أمينة محمد، ده وزير الاستثمار المصري في حكومة أحمد نظيف 2004-2010 والمدير التنفيذي حاليا لصندوق النقد الدولي ورئيس المناخ بالصندوق، والحقيقة شخصية مهمة جدا ويعني شرف لمصر انها تدفع بأولادها، ان ده بيبقى محتاج تربطات سياسية عشان موافقات باقي الدول عشان المناصب الرفيعة دي يتقلدها مصريون. نروح لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اللي عقد اجتماع النهاردة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وتابع عدد من الملفات خاصة بعمل وزارة التموين، وأكدت أهمية استمرار المتابعة من مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق ما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة وتلبية احتياجات المواطنين. واستعرض أبرز محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية، وأكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بمحور التنمية البشرية، واعتبر أن هذا المشروع ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصري والعمل على ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وزير التعليم محمد عبد اللطيف وجه مديريات التربية والتعليم لضرورة العمل لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، واستعرض رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات اللي بتواجه المنظومة التعليمية وحزمة الإجراءات اللي تم الإعلان عنها مؤخرا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة، وأن العام الدراسي الجديد هيبدأ في موعده المقرر وفق الخريطة الزمنية 21 سبتمبر. دكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ إيهاب وعلى كل السادة المشاهدين. هو فعلا إحنا هنلحق يعني نشتغل ونخلص الملامح اللي أعلن عنها لسه من أيام بخصوص المناهج، بخصوص الكتب، بخصوص تدريب المدرس على تدريس المواد المدمجة معا، طريقة الأسئلة الجديدة، حضرتك شايف إيه؟ أعتقد يا فندم إن هو وزارة التربية والتعليم وفقا لما أعلنته إن هي شغالة منذ فترة على موضوع تغيير وتعديل المناهج، وإن هي يعني أصبحت جاهزة للبدء بيها في العام التالي. لكن إحنا دلوقتي وزارة التربية والتعليم بتعمل حاجة كمان مهمة لسد العجز، وهي إن إحنا كان عندنا الحقيقة وزارة التربية والتعليم بتعاني من مشكلات حقيقية، أو في مشكلة حقيقية فعلا موجودة في وزارة التربية والتعليم، كانت بتتمثل في ايه؟ في ان في كتير من او نسبه من المعلمين بيشتغلوا في غير تخصصهم. كان زمان يا فندم متاح انه حد يشتغل اخصائي تطوير تكنولوجي. ده كده هيزيد عشان المواد اللي اتلغت، فهيزيد العدد ده. فهو اشتغل دلوقتي مدرس حاسب آلي مع ان تخصصه لغه عربيه، وهو اشتغل بالفعل في التربيه والتعليم مدرس حاسب آلي او معلم حاسب آلي مع ان تخصصه لغه عربيه. وزاره التربيه والتعليم لما دلوقتي اعلنت انه المعلمين المساعدين اللي لسه ما تمش تعيينهم معلمين هيتم اعاده تسكينهم وفقا للمؤهل الاصلي بتاعهم. المعلمين اللي تم تعيينهم بالفعل معلمين من فتره، وفيهم ناس بالتاكيد شغاله في غير تخصصها، بيشتغل معلم حاسب آلي وهو تخصصه مثلا لغه عربيه او اي حاجه تاني، فده بتتيح له وزاره التربيه والتعليم الفرصه انه يرجع لتخصصه الاصلي ويقدم طلب ويرجع لتخصصه الاصلي كمعلم عربيه، وبكده يبقى هي بتواجه العجز في هذه التخصصات. ايضا في امكانيه اللي خلاها تاخده من لغه عربيه عشان تشغله حاسب آلي ان ما عندهاش واحد بتاع حاسب آلي، مش ده بالفعل يا فندم؟ ما هو دلوقتي الحل ده هيخلق ازمه بس في التخصصات اللي هي بتعتبر نشاط يعني، لكن التخصصات الاصليه زي اللغه العربيه وزي المواد الاساسيه اللي الطالب بيحصل فيها مجموع واللي هي بتعاني فعلا من عجز، وطبعا هيبقى الموضوع ده محكوم بالماده فيها عجز ولا لا. يعني في حضرتك عايز تعمل تحويل من ماده من تخصص لتخصص، بيشتغل التخصص اللي هتروح في عجز. طب دكتور عاصم، التخصص اللي انت هتسيبه ما يبقاش فيه مشكله. طب انا عايز اعرف من خبره حضرتك في المساله الخاصه بالقياس التربوي، هل يعني كان من المناسب في هذا التوقيت ونحن نعاني كل هذه المشكلات ان احنا نروح مغيرين الملامح بالشكل ده ونضم حاجات ونلغي حاجات ونقعد مدرسين في البيت بقى الا لو اخدوا بقى تخصص تاني، ويعني اللخبطه اللي احدثتها هذه القرارات، وقد تكون قرارات جيده جدا بالمناسبه، انا مش خبير في هذا الامر، هنشوف بالتطبيق الحقيقي يعني. خلينا يا فندم نقول ان القرار ممكن تحل جزء بسيط من المشكله، ولكنها بالتاكيد مش هتحل المشكله كامله. وبرضه صدورها انا بتفق تماما مع حضرتك ان هذا التوقيت وهذا الكم الكبير من التغييرات في هذا التوقيت والوقت الضيق جدا على بدء العام الدراسي، يعني اعتقد من وجهه نظري برضه اللي بتفق فيها مع كثير من الناس انه مش وقتها، او كان ممكن تتاجل شويه وكانت محتاجه وقت اطول من كده شويه. صحيح. لكن احنا عندنا مشكلات ملحه الحقيقه في التربيه والتعليم، زي الكثافه وزي العجز المعلم،
فما لا يضر كله لا يضر كله. يعني هي وزارة التربية والتعليم أعتقد إن هي دلوقتي بتشتغل على الجزئية دي بهذا المبدأ، إنه إحنا بنحل حتى ولو جزء من المشكلة. ما هو ده اللي إحنا نفسنا فيه، تماماً عليها القرارات الجديدة تحل ولو جزء مش مشكلة من المشكلة، مش تخلق مشاكل جديد. بالضبط يا فندم، هو بالتأكيد في بعض القرارات يعني هتتسبب شوية في مشكلة زي دمج المواد وضمها ومين هيدرس وهنقومها ازاي، لكن يعني لسه معانا متسع صحيح. ان هي توجد حلول لهذه الامور فعلا. اشكرك يا دكتور جدا، دكتور عاصم حجازي خبير التربوي واستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. شكرا جزيلا مشاهدينا، فاصل قصير. اهلا بحضراتكم، معنا في القسم الثاني من الاخبار قناة السويس وبالتحديد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ان لها خطة انها تقترض 19 مليار جنيه عشان لاجل طويل يعني 13 سنة لاستكمال مشروعات تطوير المواني. وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان رسمي النهاردة إن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وحذرت من تداول هذه المعلومات غير الصحيحة. المنطقة الاقتصادية ذكرت كمان إنها حققت إجمالي إيراد بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال العام المالي 23-24 بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23. حققت خلاله الهيئة إيرادات 6.7 مليار جنيه، يعني 6.7 مليار. الحقيقة يعني اللي شغالين في قناة السويس دول أبطال، يعني ارتقوا لمنطقة الشهداء في إن هم بيعملوا ليل نهار عشان هذا المورد الضخم اللي بيجي لمصر واللي بيتم التآمر عليه يومياً، من ان انت تقطع السياحة من الموت اللي حاصل على الحدود الشمالية الشرقية، وان انت تقطع قناة السويس وترمي ايراداتها في الارض عن طريق التهديدات اللي حاصلة في جنوب شرق البحر الاحمر. يعني الحقيقة لهم الله ولهم منا كل التقدير والاحترام على هذه الايرادات اللي بيوصلوا لها برغم المؤامرات الحاصلة على مصر. نروح للسياحة والاثار، وزارتها فتحت تحقيق عاجل بشأن مقطع فيديو بيتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بتظهر فيه إحدى السائحات وهي تشارك تمسك بفرشاة ويصورها المقطع وكأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة واحد من العمالة الفنية الموجودة بالمعبد. وزير السياحة والأثار شريف فتحي بيشدد على أن الوزارة في إطار دورها الرقابي لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي شيء يمس الحضارة المصرية العريقة وأثرها بسوء، أو تجاه أي متقاعس يقوم بقصد أو دون قصد بالإضرار بهما، وأنها تقوم بدورها كحارس على أثار مصر للحفاظ عليها وعلى الإرث الثقافي والحضاري. بقى احنا من كام يوم كنا بنقول في منتهى السعادة إن احنا بقينا بنقول البعثة المصرية الأثرية. طب يعني بأمارة إيه طيب؟ ومين دي؟ وإيه خبراتها؟ وهل هي بتصلح ولا بتبوظ ولا بتتصور؟ ما هو ده برضو يعني احنا أثرنا بقت كده، يعني علشان حد ياخد له 100 جنيه ولا 200 جنيه ويصورها وهي بتصلح. الحقيقة الموقف لو ما كانتش دي خبيرة ومتعاقدة، واحنا عندنا خبراء، احنا مش محتاجين حد أجنبي إلا يعمل ترميم ولا يدهن بفرش. الحمد لله عندنا الفرش بتاعتنا والعقول والقلوب الحساسة والدراسات القوية. البنك المركزي المصري بيستضيف برنامج تدريبي بشأن تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للعام الثاني
على التوالي مع المعهد النقدي للكوميسا سي ام اي. اثر تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي على البنوك المركزية ده من اهداف هذا البرنامج، والاستضافة في الفترة من 18 ل 22 اغسطس 24. استمرارا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الافريقية، يشارك البرنامج التدريبي بيشارك فيه 45 مشارك بيمثلوا 10 بنوك مركزية من دول اعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا. من المقرر ان الفعاليات التدريبية بتشهد مناقشات بشأن كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والقطاع المالي مع التركيز على البنوك المركزية. النهاردة الذهب أسعاره عليت جدا في كل الأعيرة في منتصف تعاملات الساغة. صعد سعر جنيه الذهب 160 جنيه مع ارتفاع سعر جرام الذهب 21 لأعلى مستوى له منذ أكثر من 3 شهور، تزامنا مع القفزة القياسية في سعر المعدن الأصفر عالميا. على مستوى السوق المحلي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد بيقول إن القمة الجديدة لم تنعكس بعد على السوق المحلي، وربما يكون تأثيرها طفيف نظرا لسعر الدولار المستقر لحد ما، بالإضافة لتوازن الطلب مع العرض ما يحقق توازن واستقرار في السوق المحلي. وقال انه الذهب سجل 3490 جنيه لعيار 21 في تعاملات النهاردة. دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ ذهب. اهلا معلي. اهلا بسعادتك دكتور ناجي. الاسباب لارتفاع الذهب النهاردة ايه، حتى لو كان طفيف برضو نرصدها، وهل هي بس بسبب ارتفاعه عالميا؟ وحضرتك اولا الذهب ارتفع عالميا ليصل اليوم الى 2528 دولار للوئية، وهذا السعر لم يسبق ان سجله الذهب في تاريخه، ويعتبر قمة وقمة قوية جدا جدا بالنسبة للسعر العالمي، وده طبعا نتيجة الحروب الجيوسياسية والضغط من البنوك المركزية على الذهب لتخزينه، وخاصة الصين، لأن الصين بتخزن مخزنة حوالي 72 مليون وهي وآخذة أنها ترفع أكتر وأكتر الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب. أما محليا فهنا بنجد أن استقرار سعر الصرف، وهنا بنجد أن اتزان العرض والطلب لم ينعكس هذا الارتفاع، بل بالعكس يعتبر السوق ما زادش غير زيادة طفيفة جدا جدا، ويعتبر مستقر لدرجة عالية جدا جدا، وده بفضل استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعرين سعر واحد بالنسبة في البنك المركزي. وهنا طبعا يعني بنشيد بسياسة البنك المركزي في ضبط أسعار العملات، وده اللي انعكس بالتالي على سعر الذهب. طب يا فندم، مصر انضمت لأكبر 30 دولة حول العالم مصدرة للمشغولات الذهبية في نهاية أو يعني بنهاية 24 هيتم فعليا، هيأثر على اقتصاد مصر ازاي هذا طبعا دي حاجة جيدة جدا جدا. المنتج المصري منتج عالمي لا يقل اطلاقا عن المنتج الخليجي او الايطالي او الهندي، والعامل الفني المصري عامل ماهر صحيح، ويستطيع انتاج موديلات عالية جدا بذوق فرعوني شرقي مطلوب على مستوى العالم كله. فعشان كده مصر بإذن الله ستدخل ضمن 30 دولة الأوائل المصدرة للذهب على مستوى العالم، وده طبعا بفعل السياسات الحكيمة بالنسبة للحكومة وتشجيع الصناعة وتشجيع التصدير. طبعا ده لو حصل هينعش صادرات مصر من المشغولات الذهبية، أكيد طبعا هيكون له تأثير جيد جدا بالنسبة لإنعاش الصادرات وإيجاد عملة بطريقة جيدة جدا. حتى إن البنك المركزي أخذ قرار آخر، محافظ البنك المركزي هو كان من يصدر ذهب مشغولات فكان واجب عليه سداد قيمتها خلال 30 يوم، مد بدل 30 يوم خلاها 75 يوم،
وبيدي نفس اوسع وبيدي قدره تنافسيه اكبر للمصدر المصري. ودي من الحاجات طبعا الناجحه جدا اللي بنشكر عليها البنك المركزي والحكومه المصريه. شكرا جزيلا دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجاره الداخليه لشؤون الذهب. امبارح اللي هو شبل كان بيقول انه اطنان من الذهب تخرج من السودان تذهب لدول كثيره ومنها دول عربيه للاسف بلاش نسمي، لكن ده طبعا بيبوظ الاستقرار، لان طبعا دي بتتشري بتراب الفلوس والفلوس بتروح لجيوب اللي بيبيعوا مش لمصلحة السودان كوطن، بدليل ان السودانيين في حالة مزرية من الفقر ومن تردي الخدمات ومن المعيشة ومن التنمية. طيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيقول إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة تحت أي ظرف، ووصف هذه المواقع بأنها أصول استراتيجية لإسرائيل من الناحية العسكرية أو السياسية. طبعا هم كانوا انسحبوا قبل كده لكن ندموا، وكل اللي بيعملوه ده علشان يرجعوا تاني. أما بقى أنه يكون هذا التصريح متعمد أن يكون مترابط ومتزامن مع زيارة أنتوني بلينكن لمصر وهو يعلم تماما أن مصر بتحذر من التواجد العسكري لإسرائيل في محور فيلادلفيا، لأن ده يضر أمنها القومي ولأن ده ضد اتفاقية السلام الموقعة في 79 بين مصر وإسرائيل. وكالعادة هم عودون على التصريحات اللي في الهواء اللي بتفرقع، لكن المواقف الهادئة والصبر والدبلوماسية الحكيمة تنتصر بإذن الله. حماس ترد على تصريحات بايدن بشأن تراجعها عن اتفاق إيقاف وقف إطلاق النار، وقالت إنها مستغربة جدا من التصريحات اللي صدرت من الرئيس الأمريكي جو بايدن النهاردة، واللي قال فيها إن حركة حماس بتتراجع عن اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة. امبارح كان معنا أحد الخبرات السياسية الكبيرة اللي قال لنا إنه أمريكا بتستبق تقول تصريح إن في قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية الوطنية. دكتور حسن عصفور وزير مفوضية الفلسطيني السابق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا. يعني هل بالفعل أمريكا بتضرب وتلاقي تقول تصريح أنه يا ريت نوقف إطلاق النار عشان تاني يوم تروح طالعة بتصريح أنه حماس هي للأسف اللي معطلة الدنيا، نفس الوقت أنتوني بلينكن يجي من إسرائيل لما يبقى في مصر النهاردة والرئيس يبلغه بخطورة وعدم موافقة مصر أبدا على وجود عسكري إسرائيلي على محور فيلادلفيا وأن هذا مخالف لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 79، يستبق نتنياهو بتصريح أنه ده مكاننا سياسيا وعسكريا، نحن لن نبرح ولن نراوح موقعنا؟ يعني بعتقد أنه في ناس مصرة أن أمريكا وسيطة. أمريكا ليست وسيطة، أمريكا شريك في الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، مش فقط في قطاع غزة وأيضا بالضفة الغربية. يعني وعملية تهويد أيضا تحدث في الضفة الغربية، وعملية يوميا في عقبات المستوطنين الإرهابيين بتقتل الفلسطينيين، تعرض الفلسطينيين، تحرق مزارع فلسطينيين، وأمريكا لا علاقة لها، يعني ما عندها خبرة في الموضوع. بلينكن في اسرائيل يعني امبارح في مؤتمر صحفي قال نتنياهو واسرائيل وافق. قال ايه يا فندم؟ انه اسرائيل ونتنياهو وافقت على المقترح الامريكي. المقترح الامريكي هو مقترح جديد، ليس الذي قدم الى مجلس الامن وصار في قرار 2735، غيروه حتى يتجاوب مع ما سمي بخطوط نتنياهو الحمراء. امبارح الرئيس بايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي ايضا قال انه على حماس ان توافق، يعني لم يحدد ايش المطلوب، انه كان في قرار مجلس امن وهو قرار امريكي، ليش الان غيروا رجعوا ياخذوا كل ما طلبته اسرائيل؟ بالتالي اللي حكى نتنياهو اليوم هو اصدق من
كلام الأمريكان، لأنه بالضبط الأمريكان أخذوا كل ما أرادته إسرائيل فيما يتعلق في محور نتسارين، فيما يتعلق في محور فيلادلفيا. ما فيش فضوح حول معبر رفح، ما فيش فضوح حول عودة النازحين داخل القطاع إلى بيوتهم. يعني بالاختصار كل الحلول الفلسطينية منزوعة من المقترح الأمريكي ده، شالها كلها. يعني مفيش حتى، هي ليست حقوقها أصلا. يعني اللي انعطى في القرار أساسا هي لا يلغي وجود إسرائيل حتى على المعابر اللي نحكى عنها، ولكن كان فيه يعني زي إشارة أنه في إمكانية أن تنسحب. تعديل ما فيش إمكانية حتى للانسحاب، متروكة يعني خطوة بخطوة حسب ما ترى إسرائيل وفقا يقول لك الاحتياجات الأمنية. وإحنا عارفين الاحتياجات الأمنية ده الحجة اللي عادنا عليها 40-50 سنة. وممكن لا والله قبل حتى، بدك تحكي من بداية وجودهم يعني. طبعا من 47 صحيح. بشكرك جدا يا فندم، ونتمنى الخير للمنطقة، وكل الشكر دكتور حسن عصفور وزير مفوضية الفلسطيني السابق. أخيرا هسيب حضراتكم مع فيديو لوزارة الدفاع اللي تفقد وزيرها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي النهاردة الفجر، التدريب والتأهيل البدني والمهاري المختلف والحقيقة المتطور جدا لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، ودارسي عدد من الدورات المدنية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. بعد الفيديو يكون معانا فاصل إعلاني قصير، وشرفنا بعديه ضيفنا في صالون. مساء الخير، خليكم معانا. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فجر اليوم مراحل التدريب والتأهيل البدني والمهاري المختلفة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددا من الأنشطة الرياضية من ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل البدني والعسكري للطلبة، والتي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، بما يعكس مدى ما يتم وتأهيل الطلبة لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحماية تراب الوطن وصون مقدساته. وفي نهاية الجولة التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بطلبة الأكاديمية العسكرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وشاركهم تناول وجبة الإفطار، حيث نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدا بما لمسه من مستوى إعداد متميز للطلبة، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليتواصل عطاء أبناء القوات المسلحة جيلا بعد جيل. كما قدم القائد العام التهنئة لطلبة القسم النهائي على قرب تخرجهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، موجها الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول للدفعات الجديدة بالأكاديمية لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة. اهلا بحضراتكم معانا في فقرة الحوار لهذا اليوم. شرفني جدا في صالون مساء الخير النهاردة يكون ضيفي احد ابرز القيادات الشبابية في محافظة القاهرة وعضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الاستاذ احمد حسن عبد المنعم
يعني هنعرف منه بقى ايه النموذج ده ويعني ايه نموذج محاكاه مجلس الشيوخ وهكذا. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، واهلا بالساده المشاهدين. استاذ احمد، انا كنت بقول في بدايه الحلقه بفكر الناس ببرنامج زمان كان اسمه البرلمان الصغير، كان بيعلموا الاطفال من هم في سته ابتدائي اولى اعدادي ان هم يعملوا نموذج لمجلس الشعب ويبقى منهم رئيس ووكيلين ويعني وبيناقشوا قضايا مهمه. كلمنا بقى اولا المحاكاه، البرنامج ده او النموذج ده تابع لوزاره الشباب والرياضه؟ بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك اسردت كده ان في برلمان للطلائع لحد الفئه العمريه 12 سنه، من 12 سنه ل 17 سنه برلمان تاني، ولحد 25 برلمان شباب مصر. الصغيرين دول تبع وزاره الشباب برضه؟ اه بالظبط. حاجه لطيفه. فجت الفكره من معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وقيادات في الوزاره ان الفئه العمريه من 25 ل 40 دي دول منشأ شباب ولسه متخرجين من جامعه وعندهم طموح سياسيه وكده، فاهلا بيهم في بيتهم وزاره الشباب والرياضه نبتدي ندربهم ونثقفهم. فجت الفكره هنا بانشاء الغرفه الثانيه للتشريع اللي هو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ المصري، ده على اعتبار ان في غرفه اولى اللي هي محاكاه مجلس النواب اللي هو بقى برلمان شباب مصر، لحد الفئه العمريه من 18 ل 25 عام. تمام. والطلائع من 12 ل 17. كويس، يبقى لغايه 40 ده يبقى الشيوخ بقى. الشيوخ صفوه زي ما الصفوه موجوده هنا برضو الصفوه. حضرتك عارف ان السن من 25 سنه ل 40 سنه بيبقى الانسان خلص جامعه و قادر على الفكره الاستشاريه بتاعت مجلس الشيوخ. بالظبط، وفي تخصصات، وبعدين احنا مش هنسيب الشباب زي زمان يعني. قبل 10 سنوات قبل ما يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الشباب مهمش، ولا تعالوا اتدربوا مفيش اي مشاكل تحت مظله وزاره الشباب والرياضه. طب جت من هنا بقى جت الفكره. طيب قول لي بقى بعد ما جت الفكره عملنا ايه خطوات على الارض؟ جبنا اللي كانوا ماسكين مثلا مراكز الشباب، يعني ايه قيادات الشبابيه؟ يعني مين اللي الوزاره جابته عشان يبقى في هذا النموذج؟ وهل المساله دي تمت بنوع من انواع الاختيار بشكل ما، ولا اللي عايز يقدم ومين قدم عدد ايه؟ ايه اللي حصل؟ بص يا فندم، هو الهدف اصلا من نموذج محاكاه مجلس الشيوخ هو برنامج تدريبي تثقيفي يعد ويؤهل الشباب للمشاركه في الحياه السياسيه في المستقبل اللي عندهم. ده مع طبعا الملف اللي كل يوم بياكد عليه الرئيس ورئيس الوزراء لسه النهارده بيتكلم على تنميه الانسان المصري. بالظبط، توسع في ممارسه الحقوق السياسيه من اهم الملفات. بالظبط، فوزارة الشباب والرياضة في عام في أواخر 21 أطلقت استمارة إلكترونية على وزارة الشباب على صفحة وزارة الشباب والرياضة للتقديم لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، وكانت من ضمن الشروط إن العمر من 25 عام حتى 40 عام، مؤهل عالي، أتم القوات المسلحة اللي هي شهادة الجيش بتاعته موجودة، نفس الضوابط المعمول بها بمجلس الشيوخ المصري هي اللي موجودة عندنا بالظبط. بس مش 40 مجلس الشيوخ، لا حاجة ما عدا السن. تمام، باستثناء السن. تقدم قد إيه؟ تقدم 30 ألف عضو على مستوى محافظات مصر، وأصبحوا أعضاء الجمعية العمومية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ. يعني تاخدوا كلهم؟ خدناهم كلهم اعضاء جمعيه عموميه. زائد بقى عن الجمعيه العموميه دي هننتخب منهم 200 نائب. تمام. بالنموذج. لسه ما حصلش ده؟ ده حصل. ده احنا خلاص، ده انا لسه جاي لحضرتك. هننتخب منهم، ده احنا في 24. انتخبنا منهم بالظبط 200 100 بالنظام الفردي. و100 بالنظام القائمه. ايه ده؟ عملتوا قوائم جوه ال 30,000؟ ايوه يا فندم. وقوائم لايه اذا كان ال 30,000 دول ما بينتموش لكيانات سياسيه؟ ما هم بقى كان الشرط ان هم منطبق عليهم المواصفات اللي ذكرتها من شويه، زائد عضو في مجلس الشباب في مركز الشباب. مركز الشباب. بالظبط. ايوه بس يعني انتوا عملتوا قوائم ما هو نزلنا بقى اتقسمت محافظات، كل محافظه انا احكي لحضرتك عشان انا منتخب من القاهره. طب كويس قوي، ما انا عشان كده عايز افهم.
جينا في محافظة القاهرة كان من 30,000 دول أعضاء الجمعية العمومية لمحافظة القاهرة 1,500 عضو. تمام. تم الترشح فيهم 76 مرشح فردي. نجح منهم 6 بالانتخابات، وانتخابات إلكترونية كانت موجودة. انتخابات إلكترونية شارك فيها 30,000. بالظبط. اتقسموا كم كل محافظه لوحدها. 1500 هم اللي بيشتركوا بي 1500 دول كانوا طالعين من محافظه القاهره. نصيب ال 1500 جايين من 30,000 اللي على مستوى محافظات مصر. لا ثانيه حاجه، كان عندي سؤال، يعني ال 1500 هم اللي بس انتخبوا ال 76؟ بالظبط. صح كده؟ تمام. بالظبط. وطلع من القاهره برضو قائمه. كان اسمها قائمه بورسعيد، اربعه مرشحين واربعه احتياطي. كويس قوي. فنجح القائمة ونجح أربعة في القائمة ونجح 6 مفردي، فطلعت محافظة القاهرة 10 نواب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ منتخبين من 76. من 76 دول الفرد. وكان في زيهم تاني خمس قوائم. ده موضوع كبير يعني. نفس اللي بيحصل في مجلس الشيوخ عندنا. حلو قوي قوي. وانا بحكي لحضرتك عشان انا من القاهرة. فالقاهرة طلعت 10 منتخبين. اجمالي المنتخبين بالمجلس 200 عضو. وباقي 100 معينين، واللي بيعينهم عندنا وزير الشباب والرياضة. زي ما في المجلس القيادة السياسية يعني. بالظبط. فعندنا بقى حصل ايه، كل الوزارات والهيئات طلعوا 3 مرشحين. يعني وزارة الكهرباء، وزارة البترول، الكنيسة المصرية فيها 15 عضو معانا ممثلين. الأزهر الشريف ليه عدد. كل الهيئات اللي يطلعوا 3 يتم اختبارهم في وزارة الشباب والرياضة واختيار الأكفأ. عشان نكمل المية. بقيتوا 300. بقينا 300 عضو زي المجلس. حلو قوي. عملتوا اتميتوا المرحلة دي امتى؟ اتممنا كده النصاب القانوني. امتى بقى خلصت؟ من حوالي 6 شهور 7 شهور. حلو قوي زي الفل. عملتوا ايه بقى في خلال السبع شهور؟ المفروض في دور انعقاد بقى. في خلال الفترة دي عقدنا بقى دورات، يعني اتدربنا في أكاديمية مصر العسكرية، اتدربنا في المعهد القومي للتخطيط، اتدربنا في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجاري التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب. ايه الشغل ده؟ ما هو برنامج تدريبي تثقيفي. قوي قوي. انت هتاخد الشاب، سيادة الرئيس قال اعطوا الشباب مفاتيح القيادة. ايه مفاتيح القيادة؟ تدريبهم. انا هطلع جيلي ازاي تاني ورايا يدير في المستقبل من غير ما ادربه. ويلامس ويرافق صناع القرار. أيوة. سواء كوزراء او محافظين او الـ كل ما هو صانع قرار في مصر لازم نحتك بيهم ونتدرب على اعلى مستوى. طب كان عندي سؤال بالنسبه لمجلس الشيوخ. خلينا في النموذج، مش يعني سيبك من انتخابات مجلس الشيوخ نفسها عشان دي ليها كلام تاني. يعني انا كواحد مثلا من ال 30,000 اعرف منين استاذ حسن، استاذ احمد حسن عبد المنعم عشان انتخبه او ما انتخبوش مثلا؟ هل اتعملت لقاءات انتخابيه؟ هو ده اللي حصل معانا بقى. بعد ما الجمعيه العموميه اتكونت وبقت اصبحت 30,000، كل محافظه عارفه المجموعه بتاعتها. تقدمت بطلب لمديريه الشباب والرياضه للقاهره بالحصول على قاعده البيانات كويس الانتخابيه بتاعتي. تمام. وتم التواصل مع الشباب. بقى معاك 1500 رقم تليفون من القاهره، اكونت مثلا. جمعنا في جروبات وتحت اشراف الوزاره، والوزاره من مديريه شباب والرياضه القاهره الاستاذه داليا زايد وكانت معانا، ونظمنا دورات تعريفيه باللي حصل مرشحين. ونزلنا انتخابات رسمية. الانتخابات دي قعدت يومين في مراكز الشباب. لا الانتخابات تمام، انا ما عنديش شك فيها، لكن اقصد اقول على اساس ايه بتتم الانتخابات. وانا عرضت بقى، ما طولت مع الناس. التعريفية دي كان ليك برنامج يعني. وعرضنا بقى البرامج الانتخابيه بتاعتنا على الاعضاء اللي هم مش نازلين. كويس قوي. طيب وبعد كده حصل ايه بقى؟ خلاص عرفنا انتخبوكوا ازاي وخلاص اكتمل النظام. اتمينا النظام 300. قعدنا اتدربنا 6-7 شهور. وفي 5-6 اللي فات دي كان الانتخاب رئيس المجلس والوكيلين و14 رئيس لجنه. كويس قوي.
وانا الحمد لله بفضل الله حصلت على رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس. انت اللي معاك الفلوس. فلوس نموذج المحاكاة مع احمد حسن. وانا محاسب قانوني. شفت بقى. فروحنا مجلس الشيوخ المصري. وبدأنا من هناك الجلسة الافتتاحية بتاعتنا. كان في حضور المستشار الجليل بهاء ابو شقة وكيل المجلس. طبعا. وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور اشرف صبحي. المستشار عباس حجازي رئيس هيئة النيابة الادارية. والمستشارين وبعض رؤساء اللجان من مجلس الشيوخ المصري. جلس. جلسة. رئيس مجلس الشيوخ في نموذج المحاكاة في مكان مستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفضلا. واكراما سيادة وكيل المجلس المستشار بقى ابو شقة نزل من على المنصة وطلع رئيس نموذج المحاكاة عندنا يعقد الجلسة الافتتاحية. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا في قمة السعادة. طبعا. احنا مش مصدقين. احنا بقالنا مثلا سنة او سنة ونص بنتدرب وبننتخب ونطلع بانتخابات ونخش بانتخابات عشان في الاخر نشوف حلمنا بيتحقق والريس بتاعنا احنا اللي قاعد على المنصة وبيدير اول جلسة لينا من داخل القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ. هايل. ده حدث عظيم. بعد كده بقى هل بدأتوا بقى في لجان نوعية تناقشوا؟ احنا معانا هو صور ليكوا في مجلس الشيوخ والجلسة جلسة المحاكاة. هل بدأتوا بقى في دراسة أفكار قوانين مشروعات؟ إيه اللي حصل ولا لسه ما لحقتوش؟ لا احنا لسه ما لحقناش بس بدأنا شغل. يعني انا اكلم حضرتك على اللجنة المالية والاقتصادية اللي انا رئيسة. أيوه. فيها لجنة الفلوس. ابتدينا نعمل مشروعات قوانين واقتراحات وتم تقديمها لمعالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وان شاء الله هيتم عرضها على الساده الوزراء زملاء حضرته واللي هينفع فيها هيتنفذ ان شاء الله. يعني المشروعات دي مش المفروض انتوا تناقشوها الاول كلجنه وبعدين تناقشوها في الجلسه العامه وبعدين ترفعوها؟ عملنا ايه يا فندم بالظبط كده؟ عملتوا كده؟ عملنا على الزوم برامج الزوم. عملنا جلسات بقى ومناقشات واقتراحات وتصويت و... طب ايه اهم يعني انت عندك فكره عن شغل اللجان التانيه ولا خلينا في لجنه الاستثمار والماليه؟ عندي فكره طبعا بس انا يعني تخصص بتاع. لا يعني انا اشتغلت في الماليه الاقتصاديه. اهم مشروع المشروعات القوانين احنا بدانا بمقترحات قوانين اصلاح اقتصادي في للمنظومه الضريبيه. حلو قوي. يعني احنا شايفين ان قانون الاجراءات الضريبيه فيه بعض المشاكل اتت بالسلب على الاستثمار وعلى الاقتصاد. يعني ما يعني في مواد العقوبات فيه مثلا لما جه رفع الغرامات بتاعه عدم تقديم الاقرارات الضريبيه على اساس ان هو المجتمع الضريبي يبقى في ردع ليه لا اثرت بالسلب. مولين مش عايزين يجوا. فلا فطلبنا باقتراحات ان هي تخفيف المواد دي زائد عمليه التقدير الجزافي برضك ان احنا نحط لها قيود عشان نعمل ثقه مع الممول. وبالفعل الوزير الماليه الجديد الاستاذ الدكتور احمد كوجك اعلن عن اصلاحات ضريبيه جديده في القريب العاجل. مين؟ السيد وزير الماليه. دكتور احمد كوجك. ايوه. اعلم بالفعل عن اصلاحات ضريبيه. فاحنا ماشيين مع رؤيه الدوله. ماشيين مع رؤيه الدوله يعني مثلا بس من خلال معالي الوزير استاذ الدكتور اشرف. يعني مثلا احنا بنتكلم مثلا توجيهات من القياده السياسيه على فكره كانت في الاصل قبل وزير الماليه الجديد ان احنا عايزين نعمل اصلاح ضريبي ونعمل ثقه اكبر مع الممولين نضم الاقتصاد الغير رسمي. فنبتدي احنا بقى كبرلمان نموذج شباب نعمل ياخدوا مقترحات مننا ندي بقى اقتراحات في هذا الصدد. والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتدي والجمعيات العلميه والتشريعيه بتدي. فاحنا جزء من المنظمات المجتمع المدني بنشارك بافكارنا ومقترحاتنا وطبعا سياده الرئيس بيرحب باي فكره جت من اي كيان من كان طالما مفيده. طالما مفيده زي ما حضرتك ذكرت بتتنفذ طبعا. انا كنت بقول في بدايه الحلقه ان انتوا مش عايز اقول بالبلدي كده ما عندكوش قوي اللي تخافوا عليه
ان انتوا مرتعشين في اتخاذ القرار. لا 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 احنا انت راجل شباب وبتدوس وبتفكر وبت وزارة الشباب والرياضة مديانا كل الصلاحات، كل اللي ما عندك اراء قول، ما تخافش اتكلم، عبر عن رأيك، بتخطأ نصحح لك، نقصك مهارات او معلومة نزودها لك، ويعني لسه طالبين مننا اول امبارح ايه الدورات اللي محتاجينها تاني. يعني هم عاملين لنا جدول وتخطيط وبيسألونا كمان احنا محتاجين ايه. فعايزين يرفعوا مهاراتنا، عايزين مفيش بقى النائب، فكرة ان النائب يبقى يخش المجلس يتعلم، لا احنا عايزين كل الاجيال اللي طالعة اللي عنده ميول سياسي يخش وزارة الشباب والرياضة يتعلم سياسة فيها، يتعلم كل حاجة وينزل ينافس. اعتقد ان هتبقى المنافسة في الفترة الجاية بالجيل الجديد ده المتعلم هيبقى شكل تاني، وحتى لو دخل مننا اعضاء في المجلس الحقيقي هيبقى الوضع مختلف برضك، لان انت جايب شباب متدرب طبعا. شباب شاف قوانين، عاشر جهات تنفيذية كتيرة، تجربة نفسها النيابية دي تجربة فريدة جميلة. تجربة هما احنا يعتبر مشروع قومي بيستثمروا فينا زي ما حضرتك ذكرت من شوية اللي هو بناء الانسان. والحقيقة كمان احنا داخلين على انتخابات المحليات فاحنا عايزين نستفيد بيه. درسنا الادارة المحلية واللامركزية في معهد التخطيط وخدنا دورات كتيرة فيه، وقلنا كل افكارنا برضك ومقترحاتنا للدولة في مشروع القانون الجديد بتاع الادارة المحلية والمجالس المحلية، لان انت حضرتك عارف ان 25% في القانون الجديد اقل حاجه للشباب. فكحد ادنى يعني، فدي الاكاديميه الوطنيه وما الى ذلك ما عندهاش برضو الطاقه الاستيعابيه اللي تستوعب انتخابات المحليات، لان انت عايز عدد كبير جدا. فكويس قوي ان وزاره الشباب والرياضه بتشارك بهذا الشكل. توجيهات السيد الرئيس ان كل مؤسسات الدوله تعمل لتدريب وتمكين الشباب. هنأسس الجمهورية الجديدة ازاي بدون شباب؟ انت عارف حضرتك ان الشباب حوالي 65% من عدد سكان مصر. لازم الشباب ده كله، اللي عايز يتدرب في المعهد اوكي، اللي عايز يتدرب مع وزارة الشباب اوكي، اللي عايز يتدرب في الأكاديمية الوطنية اوكي، المهم ان الشباب ده كله يلاقي اماكن وكذا جهة تحتويه وتعلمه وتدربه. طب هل ال 30,000 اللي هم بيمثلوا الجمعية العمومية دول، هل يعني في تفكير مثلا انه التجربة تتسع اكتر؟ يعني هل في فرصة لشباب اكتر يقدموا دلوقتي، ولا خلاص هنقفل كده لغاية لما نشوف ده يودينا لفين؟ لا احنا دلوقتي يعني بنعقد لهم برضو دورات تدريبية زي اللي خدوها اللي نجحوا والمعينين للعدد ده كله. طبعا احنا سيادة الوزير بيستهدف اكتر من مليون شاب، وهنفتح ان شاء الله للتسجيل تاني، استمارة الكترونية تاني للتسجيل تاني لاستقطاب عدد تاني من الشباب المصري. تعرف منين بقى؟ على المواقع الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. المتابعة ده حضرتك دلوقتي لو مهتم في السوشيال ميديا او على الانترنت باي شيء بتلاقي اول ما بتفتح تلاقي الذكاء الاصطناعي جاب لك كل الروابط. يعني مثلا لو في شاب بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يعيش التجربه الجميله اللي انتوا خطوها، يكتب برنامج نموذج محاكاه مجلس الشيوخ وزاره الشباب نموذج والرياضه. نموذج محاكاه مجلس الشيوخ بس. هيظهر له بقى كل حاجه، ويعمل ايه والاستماره امتى والمطلوب ايه وكده. او يتابع صفحه وزاره الشباب والرياضه، يعني يتابع في مركز الشباب، لان احنا دلوقتي بقينا منتشرين جدا في مركز الشباب. اكتر من 5000 مركز شباب على مستوى الجمهورية متواجدين. انا طالع من مركز شباب، كنت مرشح على مركز شباب حلمية الزيتون ونجحت، وزمايلي ناجحين في المركز ده وزمايلي ناجحين في المركز، فمنتشرين على مستوى الجمهورية كلها. فيتوجه لمركز الشباب بتاعه، يخش صفحة وزارة الشباب والرياضة، يكتب اسم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، هيوصل. خلاص بقى العالم بقى قرية صغيرة. طيب انا عايز اعرف منك، انت لما تقدمت في اللقاءات التعريفية اللي كنت بتقول فيها لزمايلك انتخبوني لاني بفكر في كذا، عايز اعرف كان ايه برنامجك او كان ايه اهم الحاجات اللي انت نفسك تغيرها
هديك فرصة تفكر. نخرج الفاصل الإعلاني ونرجع نسمع الإجابة. اتفضل. حضراتكم معانا في الجزء الثاني من حوارنا مع الأستاذ أحمد حسن عبد المنعم، عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة المالية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. والاستثمار ده أنت معاك كمان تخصص البلد كلها دلوقتي بصاله عشان ينقذنا من الأزمات الاقتصادية. بس الأول قول لي برنامجك وبعدين نتكلم في حتة الاستثمار دي، نعرف أنتوا كلجنة بتفكروا إزاي فيها. أنا والله كان البرنامج بتاعي، اللي أنت عارف حضرتك إن مجلس الشيوخ المصري ليه صلاحيات محددة مش زي مجلس النواب اللي هي ما يعرض عليه من مشروعات قوانين وكده. فأنا كنت بتمنى وكنت كاتب كده في البرنامج بتاع الانتخابي ان ساعة ما يجي يحصل اي مناقشات لاصلاحات اقتصادية او ضريبية او في الاستثمار اكون يعني كتخصص مهنتي الخاصة محاسب قانوني اقدر افيد بالواقع العملي، اقدر انقل الصورة اللي في الشارع واللي في البلد الحقيقية بالظبط فيه. وكنت باني على كده وسبحان الله نجحت في الانتخابات دي. وبعد كده دخلت على مستوى المحافظات بقى في اللجان، ودخلت برضو كل اللجنة الاقتصادية ونجحت فيها كرئيس لجنة. كنت بتقول لي في الفاصل انه فكرة الاصلاحات اللي بتطرحوها دلوقتي علشان فكرة التقدير الجزافي والسلطة المطلقة المأمور الضرائب اللي بيقعد يمخمض الناس ويجيبهم ويوديهم، وناس محترمة كبيرة، وده برضو بيبقى في خدمة انه ايه، انه كل واحد يجيب محاسب قانوني ويخلص اموره. المحاسبين القانونيين بيعرفوا يخلصوا بشكل مختلف خالص عن اللي بيحصل لما انت بتروح تقعد. لا هو فندم، هو فكرة ان المحاسب القانوني هو بس عشان ليه دراية بالقوانين. احنا بنلمس المشاكل الفعلية. يعني احنا بنقول ان الدولة حقها ان هي تحصل الخزانة العامة ليها ومواردها وكل حاجة، بس ما تبقاش السلطة مطلقة لمأمور الضرائب في التقدير عشان تعمل ثقة. وعشان نضم الاقتصاد الغير رسمي. هتضم الاقتصاد الغير رسمي ازاي؟ ان انت تقول له تعالى انا بصدقك، بصدق اقراراتك، مش هفرض عليك ضرائب لما يكون معايا ادلة ومبنية على اسس. فاحنا حاولنا ان احنا نطلع اصلاحات في هذا بتأييد المادة 90 مثلا من كده، وسلمنا التقدير الجزافي بالظبط من ضمن مقترحات الشباب. وفي نفس الوقت انت هتقدر تجذب بيها الاقتصاد الغير رسمي. طبعا انت هيجيلك فلوس اكتر، الثقة تجيب لك اكتر. الاقتصاد الغير رسمي هو خايف من ايه؟ خايف من الاعباء الضريبية. لا تعالى القوانين حلوة، هتحصل على حقك، هناخد هنصدقك. على اجمالي كده حاجه مقتطعه، فاكر الاقتراح ده اللي كان لا سنة؟ وفي قانون موجود اللي هو قانون 30 وماده 3 الحق يتقال. القياده السياسيه ووزاره الماليه طلعت قانون اسمه 30 رقم 30 لسنه 23، قالت كل اللي ما عداش ال 10 مليون جنيه هناخد منه مبلغ قطعي قطعي، بس ده لحد سنة 22، بحيث ان من ابتداء من 23 بقى في حاجة اسمها فاتورة الالكترونية. والموضوع بقى تحول رقمي، فنخلص الملفات القديمة دي بأجزاء صغيرة ونحط بقى تشريعات جديدة ندمج بها المجتمع كنوع من توفيق الأوضاع. يعني زي ما حضرتك قلت عشان كل الغير رسميين في الاقتصاد يندمجوا في الاقتصاد الرسمي. توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مش هنوسع قاعدة المجتمع الضريبي إلا عن طريق جذب الاقتصاد الغير رسمي. صحيح. وليس ردع الاقتصاد الغير رسمي. صحيح. انت من حقك كدولة تردعه وتدور على مستحقاتك، مش هو ده اللي يكسبك، بس مش هيجيب لك زي ما تجذبه. صحيح. لما تجذبه في 2005 دكتور يوسف بطرس غالي وزير الماليه لما نزل قانون الدخل بتاع 2005 عمل توسيع لقاعده المجتمع الضريبي عن ايه؟
قال لي مش مسجل في مصلحة الضرائب تعالى وانا مسامحك على القديم، ومجرد دخولك معايا انا مسامحك على القديم. عظم، وسع عدد كبير دخل. فمن 2005 لحد 2024 قانون الدخل اتعدل كذا مرة. فخلاص بقى يعني زي ما الدورة اشارك كده، سيادة الرئيس ووزيرين المالية وكل الاقتصاديين في البلد بضرورة تعديل قوانين الاستثمار والضرائب وكل ما مختص بالامور الماليه. طب انت دخلتنا على الاستثمار، احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في الاستثمار الحر الاجنبي المباشر اللي هو اهم مصادر الدخل للدوله. عندنا مشاكل كتير وعندنا اجراءات وعندنا عطله وعندنا تعدد جهات ولايه وعندنا عرقلات كتير بهدف ومن غير هدف. يعني في الخواف اللي ما بيحبش يمضي، وفي اللي مستني اللي يمضي بعد ما ياخد اللي فيه النصيب. عارف حضرتك افضل حاجه عملتها الدوله في الفتره الاخيره التحول الرقمي. ايه هو التحول الرقمي؟ ان كل حاجه بتميكنه. انا دلوقتي مستثمر ومش عايز اروح بقى للموظف فلان او الاستاذ فلان او كل كده، بخش على المنصه دلوقتي واقدم طلبي وارفع مستنداتي وبيجي لي موافقات الكترونيه بدل ما بقابلش حد. حقك بتاخده. فبعد سنة أو سنتين أو الثلاثة مش هنقابل موظفين تاني. هتبقى الدولة كلها مشيت خالص. لا هنقابل بس يعني هتبقى يعني الموضوع يعني مفيش الموظف اللي هو بيقول لك بس روح ادفع بره عند الوقت قدامنا بره ده وتجيب لي أصل الوصل وصورته واللي عارف انت الجو ده. أقول لحضرتك انت لو رحت الشارع العقاري كان الأول زحمة لا دلوقتي أنا بحجز من الساعة 5 لـ5:30 ولو عايز اكتب التوكيل بتاعي على مصر الرقميه بكتبه وبسدد الكتروني وبروح يطلع على البطاقه استلم التوكيل وابصم وامضي قدامه واستلم وامشي. طب قبل التحول الرقمي ده كان في ايه؟ كان حضرتك عارفه بقى اللي حضرتك بتحكيه. لكن عشان ينططك في الدور وعشان يخلصك وعشان بالظبط. لكن بقى مع مرور الوقت والتحول الرقمي يدخل البلد اعتقد ان الموضوع اللي حضرتك بتحكي فيه ده هيختلف كتير والدوله بدات بالفعل. طيب بالنسبه للاستثمار يعني هل انت عندك افكار محدده او اللجنه فيها افراد قد ايه؟ كلمني عن وكيل اللجنه. احنا اللجنه 22 عضو. اللجنة عندي 17 لأن ساعة لما بدأنا الانتخابات كان في كام عضو معتذرين. فلما ما نبدأ الجلسة الثانية هيقسموا اليمين وهيخشوا معانا اللجان. فاللجنة عندي فيها 17، عندي ممثل عن وزارة المالية ومعينة من وزيرين المالية، عنده ممثلين عن وزارة التخطيط. أكيد شباب برضو. طبعا. أنت داخل على شروط من الأول. بس دول المعينين بقى، ما عشان وزاره الشباب تثقل النموذج لازم تجيب له خبرات، لازم تجيب له بقى خبرات زي ما بيحصل بره. الانتخابات افرزت ناس احسن تنظيميا وافاضل وكل حاجه، بس عايزين نثقل النموذج، نجيب بقى دكاتره الجامعات في مختلف التخصصات. فاللجنه موجود فيها مختلف الفئات وان شاء الله احنا لسه بادئين في 6-6. يعني يمكن يبقى في وقت ارجع تاني للاستثمار، لكن عايز اسالك عن احساسك بالحكومه الاخيره الجديده لما شفت شباب في سن كوجوك وعبد اللطيف والشخصيات اللي هي يعني احنا بقينا بنشوف يعني السن بيقول لك في المتوسط الاجمالي نزل 10 سنين عما كان. بالظبط. فده طبعا بالرغم من احتياجك في الحكومه دايما لخبرات برضو والحكماء، يعني عندك برضو محتاج خبرات، لكن فكره يعني مثلا شريف فاروق جه مكان علي المصلحي فيها 40 سنه مثلا فرق وهكذا يعني ده، وكذلك في المحافظين ونوابهم، كان احساسك ايه؟ هل حسيت انه ها يا مسهل قربنا اهو؟ بص يا فندم، في 2019 في حركه المحافظين احنا لقينا نواب محافظين ولقينا شباب برضو ممثل في مجلس النواب ولقينا شباب ممثل في مجلس الشيوخ. في 2024 السنه دي لقينا 23 نائب وزير، لقينا 32 نائب محافظ. من ابرز الشخصيات مثلا في نواب المحافظين الدكتوره جاكلين عازر 42 عام الطبيبه ومحافظة البحيرة. أرقام كانت كام في 19؟
في 19 كنا حوالي حاجة و30 نائب محافظ. ده في 19. السنة دي برضك تقريبا يقارب نفس الرقم، بس نواب الوزراء بقوا 23. ده رقم كبير. والوزراء نفسهم سنهم صغير، في وزراء سنهم صغير. هقول لحضرتك اهو بالترتيب، يعني معنا مثلا الشيخ اسامه الازهري مع الدكتور 48، والدكتور احمد كوجك 48، المهندس شريف الشربيني 42 عام، زي ما قلت لحضرتك كده الدكتوره جاكلين عازر، الاستاذ مينا عماد 30 عام ونائب محافظ اسيوط. 30 عام نائب محافظ. فاحنا يعني لما بنلاقي الشباب بيتمكن فعلا يعني خلاص بقى انا عايز ايه، انا عايز اتدرب عشان اتمكن، لان دلوقتي بقى خلاص الفرص بقيت عن طريق الكفاءات. انت كفاءة وتعبت وسهرت وسعيت، ربنا هكرمك في يوم من الايام وهتلاقي نفسك موجود. ما كانش موجود ده الاول، يعني قبل العشر سنين اللي فات لا، احنا كنا بنشوف الوزير 70 سنة و65 سنة. طبعا لا، ما كناش بنلاقي كده وزراء شباب 48 و42 و40 عام. ونفس الموضوع برضو مع نواب المحافظين والمحافظين، ففي تغيير شامل وفي تمكين شامل حقيقي موجود هيأسس للجمهورية الجديدة إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أحمد، نورتني وأفدتني جدا، ومفيش شك إن السادة المشاهدين مستمتعين وحاسين بأمل أولادهم في اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، وفرصة سعيدة بمعرفة حضرتك وبالقناة الجميلة دي، وان شاء الله نلتقي كثيرا في الفترات القادمه ان شاء الله، لان برضو ده دور مهم جدا علينا ان احنا ننور على التجارب اللي من هذا النوع. طالما الدوله بتبذل كل هذا الجهد، بتستوعب عشرات الالاف من الشباب وبتدربهم وبتثقل خبراتهم، احنا كاعلاميين ده دورنا وده هدف الفقره يعني. بالظبط. شكرا جزيلا استاذ احمد حسن عبد المنعم، عضو نموذج محاكاه مجلس الشيوخ، رئيس لجنه الاقتصاد والماليه والاستثمار بالنموذج. شكرا لكم. أشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة. صباح على خير.